طبعا في نوع مكيف ثاني غير القطعه الواحده القطعتين، هذا هو. ومثل ما قلنا المتابعه بالتنظيف بتوحي لك بانه القطعه جديده ابدا، صدق الله صلوا 10 سنوات ولكن الصيانه مستمره. في صيانه اساسيه بتنعمل بشكل سنوي، هي منجيب واحد خاص بيعمل صيانه لإله وبيغسل القطعه من برا. للاسف السعر بيكون غالي، مشان هيك منفضل القطعه الواحده بيكون صيانتها كل 6 شهور او كل سنه رخيصه، والمبلغ يمكن 70 ريال يكفي، بينما هاد بتكون صيانته غالية. المهم المتابعة بالتنظيف بتحافظي على القطعة نفسها، وخلينا ما نتركها يتجمع عليها الأوساخ لأنه فعلا بتكون مؤذية للنظر. رح أشعلك بالضوء نشوف هالنظافة وهذا كله من المتابعة، مجرد دواء غسيل مع خل يفي بالغرض وبتنظفي بخرقة، وبتقدري تستعملي أي أداة لحتى هالشبك هذا كلياته بيرفع شي يوم. نظفته لأنه أنا شي يوم وقت بدي أنظفه بعد 15 يوم بفرجيكي شلون هالقطعة بتنفك، وباخدها مثل اللي فرجيتكم إياه بالبانيو بغسلها مزبوط بدواء الغسيل والخل. تاخدي هوا نظيف وجمال للعين، نتمتع بالنظافة. بتحافظي بانه القطعة تم تجديدها. صبايا بالنسبة للمكيف القطعتين له كل حسب نوع المكيف له، المهم تضغطي على الجانبين تنفتح بهالشكل. هاي الصبايا رح تنفتح ونرفع هاي ونسحب هدول، هذا الشبك هاد نسحبه ننظفه من الغبار، وهي نشيلها مشان نشفط بالمكنسة الكهرباء تحت وبعدين منمسحه بخرقة. جزء من الرطوبة المفروض تفصلي الكهرباء وننظفه مشان ناخد نظافة فعلا ولا أروع. في له شبكتين هدول هلأ بنرفعهم، وهذا برفعه كلياته بنظفه بدواء غسيل بالبانيو مثل ما تعلمنا بالمكيف، تنظيف المكيف القطعة الواحدة. هلأ رح أرفعه بهالشكل، هذا طبعا منشيله بالشهر مرة. الأهم شيء الشبك هون شلناه، هلأ رح ننظفه. وقت بتكون النظافة مستمرة بيكون بهالشكل، الوسخ عفوا ما بتلاقي وسخ كتير، حتى من فوق رح ننظفه من هون هدول كلياتهم. شوفي شلون الغبار، عم بقرب لك اياه مشان تشوفي لانه من بعيد ما رح تشوفي انه وسخ. بدك تقولي مدام دلال موسوسه؟ لا ما هي موسوسه ابدا، وسخ هذا كلياته رح يروح. اصور لك اياه بعد ما ننظفه بهالشكل صبايا. هلا رح ننظفه بشكل مزبوط، افرجيكم خرقه شلون المنشفه رح تتوسخ، جزء من الرطوبه ومباشره نشفي. بس اول شيء بدنا نشفطه بمكنسه الكهرباء، بفرشيه مكنسه الكهرباء الدائريه او في منه بجوء مستطيله. صبايا كمان من هون من جوا المفروض ننظف من هون هدول كلياتهم. شوفي هذا، شوفي شلون راح يروح، راح شايفه هذا كلياته بيروح.
شيء ناعم كمان بين هذا، بتلاقي كلياته بينضف بإذن الله. شايفين الوسخ؟ بتفكروا ما له وسخ، بس هو وسخ. هلا رح انظفه مظبوط بهالشكل مثل ما قلنا. حتى هون بدنا ندخل كلياته هون. بتقدري تستعملي عدة أدوات مع الأماكن الضيقة، فرشاية أسنان، بفرشي حسب ما يكون عندك انت. حتى هون المفروض ننظف هدول. شوفوا صغايا شلون وسخ. شلون صارت وسخة، بعملها دور تاني لحتى احصل على النظافة. بالاخير بنشفه بالنسبة للشبك بالتايد والخل، وبالاخير اذا حبيتي تبخين معطر وتحطي بيطلع الهواء بجنن، ريحته كتير حلوة. ومنركبه هذا التنظيف كل شهر، وبالنسبة للشبك كل اسبوع. رح ننظفه هون البانيو بالسطل، تايد ومي وخل، تاخدي نظافة وتعقيم ولا صبايا. خلصت تنظيف المكيف، قطع المكيف هدول الشبك. شوفوا شلون لونهم اتغير، صار للابيض. نظفنا الحمام مزبوط، والكفوف اللي اشتغلنا فيهم المفروض ننشرهم لحتى يصفوا من المي. والخرق اللي وسخناهم مجرد ما تحطي مي مع دواء غسيل تايد وربع فنجان خل ونقعيهم 24 ساعة، بعدين كبي المي عنهم وغسليهم في الغسالة على غليان حرارة 90. بتاخدي بياض من أروع ما يكون من جروب مطبخ دمر حلو للنواعم والمبتدئات. خطوة بخطوة، وأهلا وسهلا فيكي.